امبارح في الاجتماع وعوده للهجوم على القناه الوطنيه وعلى وجه الخصوص النشره الاخباريه. هات ناخذ ونسمع مقطع امبارح من الهجوم الجديد على القناه الوطنيه. يلا. لا يقال خط تحريري، نحن نريد ان نحرر الوطن وعليهم ان ينخرطوا في عمليه تحرير الوطن، لا ان ينخرطوا مع الذين يريدون ارتهان الوطن، بل يريدون بيعه ويريدون أن يروا التونسيين والتونسيات في هذه الحال التي سنراها بعد قليل. كل هذه الصور التي تم الوضع على ذمتهم للأسف غابت عن شاشات التلفزة التونسية وغابت عن نشرات الأخبار. هذا من جانب. من جانب آخر ليعلم أستاذ بشر، الهيكة الهيئة بين فرين مستقلة الوحيدة التي لم يفعل فيها فصل 80 تاع الصعيد، ربما الآن ما يتبط بعدها، التلفزة الوطنية لذاعة الطاف كلها بالتعيينات، تعرف ماذا حصل في حنا بعل ونسمة. ورغم كل ذلك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي أكثر مرة من قالت إن التلفزة الوطنية بوق دعاية لسعيد. سعيد لم يصبر على نشر الوطنية تاع الثامنة، يدخل في تفصيلات الأخبار متاعها وترتيبها، وإلا بالفعل التلفزة هذه كما يقوله ما هيش تلتزم بالمهنية وما توريش التوانسة ما يجب أن وما يستحقه أن يشاهدوه، وقاعد تعدي في الزمن اللي سمي فيه هو زمن التعيس. خويا حسين، الأمر واضح، هي التلفزة الوطنية والإعلام في تونس ككل محشوق باليسار، فيه برشا يساريين اللي الخط متاعهم ما كانش يعجب قيس سعيد يحسب، وكل مرة قيس سعيد يحب الصوت الواحد واللون الواحد كما كان وقت بن علي. هذا ما نجحش منذ الانقلاب، قيس سعيد ما نجحش في تركيع وتطبيع الإعلام 100%. نحن شفنا حتى في التلفز ولا في الراديوات اللي ديما تم صوت الرأي والرأي الآخر، ديما تم نقد، حتى كان كما شفنا قبل في الأول في الكل إيه فاهم، توا بدلت الخط التحريري تاعها ما إيه فاهم و التاسعة كانوا فوق القيس سعيد، لكن ديما ماهوش 100%، تم حاجات يجيبوا الرأي المخالف يجيبوا ناس. قيس سعيد يحب خط واحد للذهاب والسير نحو الانتخابات القادمة، وهذاك عليه هو البارح وقت البارح أخطأ وغلط، قرروا أنا بس نعملوا الإعلام تاعنا. أنا نتصور الاختيار ياسر اللي قاعد يصير في تونس يضرب في التلفزة الوطنية وفي جميع الإعلام لإنشاء تلفزة. قيس سعيد تو بصدد إنشاء التلفزة نتاعو اللي هي التلفزة التيفية هذيا اللي تمويلها مشبوه، وتو نقولوا لكم على تمويلها منين، معناها من الجهات اللي هو يحكي من جهات صهيونية ومن جهات مشبوهة وطبعا مع إسرائيل وجهات إنشاد ضد الثورة وضد التجربة الديمقراطية في تونس. وأنا شفنا في لمح البصر كيفاه التلفزة هي استقطبت أسرات كرونيكر والصحفيين تاع تونس كل. أنا أتحدث عن تلفزة تي في تونسية أستاذ بشر، لأن إحنا في المباشر وحتى نتحمل تبعات أخلاقية وقانونية. تتحدث على معلومات تخص التلفزة التونسية، تلفزة تي في اللي عندها رخصة. تلفزة تي في اللي شرات توا الناس كل إن شاء الله نطلع أنا غلط، ما هذا هو التمشي اللي قال وهو البارح وأخطأ قيس وقال رانا توا بشامل الإعلام تاعنا. هذه خسرات من جميع الواحد، خسرات الإعلاميين والناس الأبواق الكل خذاتها مية، وهذه في أموال. معناها تصور أنت باش تجبد هذوكم اللي كانوا ياخذوا من التشيات قوية وتجبدهم تلفزة، معناها عندها إمكانيات كبيرة ياسر. والهدف تحضير انتخابات 24 تقول؟ تحضير 24، ويحب يعمل الإعلام تاعه ويقبص الإعلام الكل بعد يعددهم ويدخلهم العبوسات ويبلسهم ويعمل كل شيء. قيس سعيد.
كيما شفنا قاعد عامل مع رجال الاعمال في تونس، هذا يلزم ننبهوا له وننبهوا التوانسه منه، وباش نكونوا بالمرصاد للتلبس هذايا اذا حادث عن الخط التحريري اللي يهم الشعب التونسي. نعم.